مرحبا بكم في هذا الرواق الخاص بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهي التجربة الثانية التي خضناها منذ انتقال المعرض إلى هنا بعد جائحة كوفيد 19. قررنا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن نمنح للمبدعين الصحفيين رواقهم الخاص، ونحن نعلم على أننا بدأنا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية طيلة سنة لتقديم مجموعة من الأعمال لصحفيين سواء في جميع المجالات، سواء تعلق الأمر بالمجال الإعلامي أو تعلق الأمر بالأجناس الإبداعية الأخرى. هذه السنة قلنا هي التجربة الثانية التي سنكون فيها مجتمعين كصحفيين في بيئة ثقافية في هذا المعرض المتميز، من أجل أن نناقش كثير من الأجناس بعيدا عن ضغط العمل. نأتي إلى هنا لنفهم كيف يعيش الصحفي المبدع، الصحفي الناقد، الصحفي المحلل تجربة الكتابة، من أجل إنجاز مجموعة من المراجع التي تجيب على السؤال المركزي، وهو لماذا لا يكتب الصحفيون؟ لأنهم منشغلون يوميا بالكتابة فيما يتعلق بتغطية الأخبار، فيما يتعلق بالروبورتاجات، ولكن في مجال التأليف هناك نوع من النقص. ولكن حينما بدأنا هذه التجربة اكتشفنا بأن الأمر غير ذلك، هناك كثير من الصحفيين الذين كتبوا في التخصصات التي أتوا منها، سواء تعلق الأمر بالتخصصات الأدبية والتخصصات العلمية أو تعلق الأمر بالتخصصات المرتبطة بالمجال ديال الإعلام والمهن. هذه السنة كذلك سنقدم مجموعة من المؤلفات لتوقيعها، وهي متعددة تقريبا تصل إلى 10 توقيعات، وأعتقد بأن هذه اللبنة ستكون مقدمة لكي يحس فيها الصحفيون بأن ضرورة الكتابة والتأليف لها معنى، وبالتالي فإنه لا يمكن أن نستمر في هذا النوع من الانحباس على مستوى الكتابة، بل يجب على الصحفيين وهم أدرى بالمشاكل والوقائع التي تحدث في المجتمع أن يؤرخوا لذلك عبر مختلف الأجناس الأدبية أو الأجناس المرتبطة بالتأليف النقدي والتحليل العلمي والمرتبط كذلك بالمهن. نتمنى أن تكون هذه السنة متميزة، وأن تكون يعني غنية، وأن يكون هذا المزار المرتبط بالصحفيين في هذا المعرض نوع من اللقاء الذي نحدث فيه لمة صحفية من أجل أن نشجع بعضنا البعض على الكتابة. نحن نحضر الآن للمرة التالية على التوالي في المعرض الدولي للكتاب والنشر مدينة الرباط كنقابة وطنية للصحافة المغربية. قمنا بإعداد رواق فيه مساهمة أزيد من 100 من الزملاء والزميلات عبر مؤلفات وكتب متنوعة ومختلفة في الأجناس ديالها، أدبية، سياسية، شعر، ثقافة، يعني جميع أصناف الإبداع متواجدة هنا، روايات. والدور والهدف من هذا المعرض هو التعريف بالإنجازات التي يقدمها الصحفيين والصحفيات، للإشارة على أنه هذه المهنة فعلا تحبل بالمبدعين وتحبل بالمثقفين وتحبل بالكتاب وبالأصحاب الرواية والشعر من قامات كبيرة جدا. بالتالي احنا تنقدموا هذه النماذج ديال الإبداع للتعرف عليها والإشاعة عليها والتعرف بين الزملاء والزميلات وكذلك مع الرأي العام. الرواق يشهد يوميا إقبال كبير وزيارات من الزملاء والزميلات من مختلف المناطق المغربية لكي يحجوا الرواق ديال النقابة ديالهم اللي هو مفتوح ومنفتح على الجميع. قمنا قبلا بإعلان على مشاركتنا في الدورة، وتحدثنا عبر بلاغات رسمية للزملاء والزميلات عبر موقع النقابة من أجل المشاركة والحضور وجميع الأشياء التي الإبداعات التي توصلنا بها نقوم بعرضها. بطبيعة الحال الرواق لا يقوم بعملية ديال البيع، فقط عملية ديال التوقيع وعملية ديال العرض، والناس اللي كتكون عندها رغبة في كتقتني فكنوجهوها لدور النشر اللي هي اللي مؤهلة باش تقوم بهذا العمل التجاري.